مساء النور شباب وبنات وكل اللي قاعد يتابعوني. اليوم حديثنا راح يكون عن تنظيم الوقت. عملية تنظيم الوقت عملية أنا بالنسبة لي شخصيا عملية مو سهلة، ولكن هي مو مستحيلة بالنهاية. أوكي، مو سهلة ولكن مو مستحيلة، وحسب خبرتي بهذا، خبرتي البسيطة بهاي النقطة أو بهاي المهارة، تعتبر عملية تنظيم الوقت أو مهارة، هي مهارة تنظيم الوقت، time management skill، مهارة يعني سكيل معناتها مهارة. فهاي المهارة شيء جدا مهم، جدا مهم. دائما انت حتى توصل للأهداف اللي تريدها تحتاج ان تنظم وقتك. عملية تنظيم الوقت يعني هي بهذا، انا اعتبرها بهذا المعنى. اذا نظمت وقتك فانت قاعد تحصل على وقت اضافي، انا هيك اعتقدها. ليش؟ لانه لو انت مثلا ما تنظم وقتك راح يصير مثلا اللي يقضي عندك انه تقعد تنظم وقت متأخر، هذا راح اكيد يعني راح ياخذ منك وقت، اكيد راح يقلل وقت الفعاليات اليوميه مالتك، اكيد راح يقلل من وقتها. اذا نمت مثلا بوقت مبكر او متاخر عن الموعد اللي لازم تنام بيه على الجدول مالتك، فاكيد هذا راح ياثر. فبالنهايه انه لما تنظم وقتك فانت عمليا قاعد تحصل على وقت اضافي لأداء أو للوصول للأهداف اللي أنت تريدها. فعملية التايم مانجمنت إلها أهمية وإلها إمباكت جدا كبير على أدائنا، على أدائنا ووصولنا لطموحاتنا. ولكن مع أنه لعملية تنظيم الوقت الأهمية الكبيرة، لكن لا تعتقد أنه عملية تنظيم الوقت، ابدا لا تعتقد انه عمليه تنظيم الوقت انه هي مجرد انه يقضي انه انا اقعد الصبح مثلا من وقت، انام من وقت، لازم ادرس كم ساعه، يعني احط مثلا الصبح انه كذا الوقت، مثلا وقت الدراسه الصبح مثلا كذا ساعه، الغداء بفلان ساعه، الريوق بفلان ساعه، قبل الغداء الريوق بفلان ساعه، بعدها ادرس كذا ساعه، بعدين الغداء بفلان ساعه، بعدين العشاء بفلان ساعه، والى اخره. لا، هي العملية أوكي يمكن تكون هي هذا فعليا هو هذا تنظيم الوقت، ولكن عمليا عملية تنظيم الوقت معتمدة اعتماد أساسي جدا، أساسي وجدا قوي على الدافع. دافعك شنو؟ يعني إحنا دائما هي هكذا الحياة، إحنا دائما من نريد أساسا قبل لا نفكر بعملية تنظيم الوقت يكون يعني تفكيرنا بتنظيم الوقت جاي ناتج من انه احنا نريد نوصل لهدف معين. فالدافع نفسه هو اللي يخلينا نفكر بتنظيم الوقت. فبالنسبة لي انا شخصيا اعتبر انه هي المسألة مسألة الدافع. فانت الدافع مالك هو اللي راح يتحكم هل انت راح تنظم وقتك ولا لا. نقطة اخرى، هل انت بعد ان نظمت وقتك راح تلتزم ولا لا؟ ممكن أخلي لك جدول فتاك يخليك تدرس باليوم 19 الساعة، ولكن الدافع شنو؟ دائما يقول أنه كل إنسان ممكن يقتل، أنا ممكن أقتل، أنت ممكن تقتل، الكل ممكن يقتل، ولكن الدافع شنو؟ الدافع هو اللي يتحكم، الدافع هو اللي يتحكم بخياراتنا أحيانا كثيرة. طيب، فبالنسبة لي أنا شخصيا مثل ما هاي كلمة هو يكررها، الدافع، الدافع هو الشيء المهم. فأنت ناقش الدوافع مالتك، ناقش طموحاتك، ناقش رغباتك، ناقش اللي تريد توصل له، شنو اللي تريده من عملية تنظيم الوقت، وين تريد توصل؟ هي هاي النقطة المهمة، النقطة الأساسية اللي لازم أنت تجاوب عليها. أنا ما راح أقدر أجاوبك أقول لك أنه أنت مثلا الدافع مالتك كذا أو لازم يكون كذا لهذا السبب لازم تنظم وقتك، لا، هاي الشيء أنت تناقشه بينك وبين نفسك. فلنفرض انه احنا تجاوزنا مسألة الدافع، انه انت دافع عندك دافع جدا قوي. مثلا انا شخصيا الدافع مالتي او الدافع المهم عندي بهاي الفترة من حياتي هو انه انا صانع صورة لنفسي بالمستقبل اريد اوصل لها. يمكن ما اوصل لها بنسبة 100%، بس على الاقل انه هاي الصورة بالنسبة لي دافع جدا مهم، بما معناته انه بالنسبة لي وكأنه أنا قاعد أتسلق جبل كلش مرتفع، وبالنهاية بالقمة مالته أكو فد جوهرة جدا ثمينة بالنسبة لي، فإنه أنا أريد أوصل لها. الدافع مالتي قوي، فحتى أنا أوصل لهذه الجوهرة لازم أبدي أخطط صح.
عملية التخطيط واحدة من النقاط اللي أنا أخطط بها هو أنه أنا أضم وقتي، أسوي تايم مانجمنت صحيح حتى أصل لهذه الجوهرة. فأني مثلا شخصيا من أجي، يعني طبعا هو كل إحنا رح نمر بهذا الشيء، من أجي أنا أريد أنظم وقتي، من أجي أريد لازم أسوي دراسة على نفسي، لازم أعرف أنا نفسي، لازم أعرف أنه مثلا أنا شخصيا أنه أحب القراءة القليلة والتفكير الكثير والمراجعة الكثيرة. أنا أحبها بهاي الطريقة، أحب دائما أن تكون قراءتي قليلة، ولكن الشعور اللي نقول أنه المعلومات تدور، أظل أفكر بها، المعلومات تدور براسي. أحب هاي النقطة، أحب أنه أقرأ قليل بالمقابل حتى أحصل على ساعات أكثر من التفكير بالمادة نفسها، بالتحليل، بالاستنتاج، ربط المعلومات. أنا أحب هيك، شخصيتي هيك، نيولي هيك، رغبتي هيك. فبالنهاية أنه راح أحط الجدول وراح أنظم وقتي على أساس أنا شنو وشريد وشون أحب يكون الموضوع. فبالنسبة لي أنا مثلا أنه يعني هاي تقريبا آخر أسبوعين هيك كان الموضوع، أنه أقعد الساعة تقريبا 4:30 الصبح ويا صلاة الصبح، فأربعة ونص الصبح أبلش أدرس، 5:00, 5:15 أبلش أدرس ساعتين أحيانا ساعة ونص، فأبلش أدرس بهذا الوقت. الدراسة بهذا الوقت بالنسبة إلي لها أهمية كبيرة. ليش؟ لأنه أنا أكون قبل لا رحت للدوام أنا دارست مدة ساعتين أو ساعة ونص، أوكي؟ فإنه أنا ما أخذ دفعة، هذا الشيء يعطيني ثقة بالنفس أنه أنا أساساً أبلش يومي قبل لا يبلش اليوم أصلاً بهذا المعنى. فأكون دارس أنا مثلاً ساعتين أو ساعة ونص، أرجع للبيت أكمل مثلاً أدرس أيضاً ساعة ونص أو ساعة حسب، يعني أنه أنا أريد باليوم مثلاً 3 ساعات، بالنسبة لي 3 ساعات كلش كافية لدراسة المادة، ف3 ساعات كافية تكفي. بعدها انه اهتم بامور ثانيه، مثلا انه احب دائما ادرس مواد يعني قديمه مره علي قديمه، اقعد اراجعها وبعض امور معينه ما فاهمها فخلي لها ساعه، يعني هالساعه بالنسبه لي تكون هي ايضا مراجعه، يكون بها نوع من التسليه بالنسبه لي لانه قاعد اراجع مواد قديمه اصلا دارسها وهضمها ولكن قاعد اراجعها. يكون بعد عندي مثلا ساعه 5 بالنسبة لي أنا أهتم بالقناة، يعني أسوي شغلات معينة تحتاج القناة، مثل إنه المحاضرة حتى أنا أسويها يحتاج لها إعداد، يحتاج لها إنه أسوي PowerPoint الكتابة مالتها وإلى آخره. فبالنسبة لي أخلي هاي الساعة 5 لهذا الشيء. بالنسبة لي يوم الإنتاج الحقيقي بالنسبة لي كله 5 ساعات وانتهى خلاص. أنا بالنسبة لي راضي عن نفسي إذا كانت يومي الطبيعي يوم الاعتيادي راح أستهلك من عنده فقط 5 ساعات بهاي الأشياء اللي ذكرتها. بعدها باقي اليوم إنه أطلع ألعب، أروح أفلام، أروح للجيم، أسوي أي شيء إنه أنا أريده وأحبه وأعيش حياتي بهالطريقة. ليش يجي أسوي؟ أقدر أنا باليوم كل إحنا على ما أعتقد إنه، أو خلينا نقول أني أقدر أنه أقرأ باليوم 12 ساعة، أقدر أقرأ باليوم 14 ساعة، بس هاي بالحالات المو طبيعية، بالحالات المعتيادية، بالحالات اللي تكون عندي أكو شيء أرجنت لازم أسويه بهذا المعنى. فأنه ممكن أدرس باليوم 14 ساعة، بس إذا مثلا باشر عندي امتحان فاينل وأني ما دارس زين، مثلا إذا مثلا عندي فد شيء مهم أكو فد شيء مهم يخليني أدرس باليوم 14 ساعة، لأنه عمليا مثلا نفرض أنه أنا باليوم درست، أنا شخصيا باليوم درست، إذا باليوم درست 8 ساعات أو باليوم درست 12 ساعة أنه أعرف نفسي ما راح أستمر، بس مثلا إذا كانت 5 ساعات ف5 ساعات راح أقدر أستمر بيه. وهي عمليا هي الدراسة الفعلية راح تكون بالنسبة لي باليوم الواحد هي 4 ساعات. فهذه ال4 ساعات بالنسبة لي أنه أستمر على 4 ساعات أفضل من أنه أدرس باليوم 14 ساعة أو حتى 24 ساعة بس ما أستمر بها كل يومية. مثلا أنا مرت علي بالسادس علمي أنه مرة من المرات درست باليوم 12 ساعة، يوم 12 ساعة واليوم اللي بعده درست 8 ساعات، بعدها أنا أسبوع كامل أريد أدرس ما أقدر، أحس نفسي ما أقدر أدرس، ما أقدر، خلاص صار عندي إشباع. فبهذا المعنى فإنه أنت حتى تنظم وقتك صح لازم تعرف نفسك، لازم تدرس نفسك، لازم تدرس أنت بهذا المعنى.
لازم أنت لازم تدرس أنت بهذا المعنى، لازم تدرس نفسك. حتى بعد أن خلصت من دراستي، يعني أكو تجربة صراحة لطيفة، أكو طالب طب أنه حاول، يعني مسألة تنظيم الوقت كانت بالنسبة إلى أنه شيء مهم، فشنو اللي سواه؟ اللي سواه أنه أخذ مدة كم يوم أو أسبوع، المهم أنه أخذ كم يوم. بالنسبة إلى كانت هاي الكم يوم هيش أخذها أنه بس يريد يفكر أنه وين النقاط، وين الأماكن اللي قاعد يضيع بيها وقته، وين الأماكن اللي ممكن يستغني عنها، وين الأماكن اللي ممكن يزيد بيها الإنتاج. فأنه شاف مثلا أنه أني باليوم مثلا أنه بدل ما مثلا أصرف كذا ساعة بهيش موضوع أو بهيش مجال، أنه لا خليها ساعة واحدة أو خليها نص ساعة وإلى آخره. فدرس درس درس، يعني أخذ الشهر اللي نقول صنع ملف عن نفسه وعن يومه حتى قدر يعالج النقاط الخطأ الموجودة لي. فهي هنا النقطة، التايم مانجمنت عملية معتمدة عليك أنت. أنا ما أقدر أقول لك، ما أقدر أعطيك جدول أنت تمشي عليه دائما، مو هذا الشيء غلط، ولا 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 تنتظر هيك شيء من أحد، ولا طلبة من أحد أصلا. أنت اللي لازم تحط الجدول لنفسك، أنت اللي لازم تدير هذا الموضوع، لأنه كل إحنا نختلف عن بعض. أنا مثلا قلت لك أنه يمكن من سمعتني أو يمكن أكو أشخاص من سمعني يقول لي أنه أنت 5 ساعات في اليوم بالنسبة لك كافية، أنا 12 ساعة تكفيني. أنت بالنسبة لك 12 ساعة تكفيك، أنا بالنسبة لي 5 ساعات كافية، لأنه بالنسبة لي إذا قررت 12 ساعة رح يأثر على يومي اللي بعده، رح أحس إن حياتي إنه عبارة بس عن دراسة وبس عن مقابل الآيباد واللابتوب والكتاب وبس. فبالنسبة إلي إن هذا الشيء صعب علي، هذا الشيء ما يخليني أستمر. بالنسبة لغيري مثلاً إنه يقول لي إنه 2 ساعتين باليوم تكفيني، أنت هواي عليك 5 ساعات. كل إحنا نختلف. أكو مرة طبيبة يعني متخرجة، طبيبة اختصاص، كان اختصاص فاميلي ميديسن، فاميلي ميديسن يعني طب العائلة. شنو هو طب العائلة؟ اسمه مهم، المهم إنه هي مختصة باختصاص معين. فكانت تقول إنه أنا كنت وقت ال يعني وقت البكالوريوس، وقت هاي السنوات الستة، كانت يعني باليوم بشكل طبيعي بشكل معدات كأفرج إنه أدرس باليوم 3 ساعات كافية علي. قالت ما صرت اختصاص، قمت أدرس باليوم ساعة واحدة. فإنه حسب أنت هاي الشيء، هذا الشيء يتحدد بيك أنت. أنا مثلا بالنسبة لي إنه المعلومات بالنسبة لي ما تأخذ وقت كثير حتى أحفظها وأهضمها، يعني مثلا الصبح ما تأخذ مني هذا الوقت الكثير. نفس الوقت أنه أنا معتاد على نمط معين من الدراسة، وأنا مو جديد، مو اليوم طالب، أنا لا، أنا صار لي طالب هواية. فبما معناته أنه هذا الشيء خلاني أنه أسهل عليه، المسألة أسهل. فبالنسبة لي أنا أعتقد، يعني حتى ألخص الكلام هذا الكثير اللي قلته، أنا أعتقد أنه أول نقطة عملية تنظيم الوقت معتمدة على الدافع، على الدافع مالتك أنت لازم يكون، يعني لازم تناقش بينك وبين نفسك الدافع شنو. النقطة الأخرى أنه أنت لازم تعرف نفسك شنو، لازم تسوي دراسة عن نفسك، شنو أنت، شنو اللي تحتاجه، شنو اللي يكون مناسب إلك، شنو اللي تقدر عليه وشنو اللي ما تقدر عليه. فهي معتمدة على ذني النقطتين. والنقطة الثالثة المهمة معتمدة على إدارتك للموضوع. يعني أنا عرفت نفسي وعرفت أنه الدافع مالتي بالنسبة لي قوي، عرفت نفسي أنه كذا، يبقى عندك مسألة الحزم، لازم تكون حازم. عملية تنظيم الوقت يعني هو مجرد أنه أنا نظمت وقتي، يعني معناته تكونت حازم بهذا المعنى. بالنسبة لي أيضا تعطيني هذا الانديكيشن، هاي الإشارة أنه راح يجي دماغي أن هذا الشخص طالما قال أنه أنا قدرت أنظم وقتي فإنزين هو حازم. فلازم تكون حازم، يعني بما معناته أنه لما أقعد أنا الصبح الساعة 5 أنا مقرر أنه أدرس بهذا اليوم 2 ساعة أو 1.5 ساعة. بهذا الوقت عندي أنا 3 ساعات، أنا أريد من عندها 1.5 ساعة دراسة أو 2 ساعة دراسة. خلص أنه لازم يكون عندي 2 ساعة دراسة، لازم ما أتهاون ويا نفسي، لأنه إذا تهاونت يعني ضاعت. يعني تخيلوها بهذه الطريقة، أنت لا تتصور أنه إذا نظمت وقتك بيوم واحد واثنين وثلاثة ومشيت على تنظيم الوقت مدة شهر كامل، لا تتصور أنه خلاص أنت صرت إنسان منظم. لا، أنه هي العملية راح تصير، وكأنه أنت لازم بإيدك كوب من المي
مجرد تغفل عنه، مجرد انه تنقص، مجرد انه تتأبرح يوقع هذا الطبول، فانت تخيلها بهذه الطريقة. لازم دائما انت تكون قابض على الموضوع، لازم دائما تكون متمسك بالموضوع. هاي النقطة ايضا جدا مهمة. ونقطة ايضا مهمة، دائما حاول اليوم اللي يجي، اليوم اللي بعده، خطط له قبل لا تنام. قبل لا تنام ليش؟ أعطيكم يعني فت سالفة صارت وياي، أو فت موقف خلينا نقول، أو فت قصة وياي. نمت آني بالليل، يعني نمت وما كنت مخطط شنو اللي أريد أسوي الصبح. فقعدت الصبح، إن قعدت الصبح نراغب أدرس، قعدت من وقت ومصحصح لأني من وقت يعني، فراغب بالدراسة، أريد أدرس، جاء على بالي أدرس، بس ما كنت مخطط شنو اللي أدرسه. فأجيت مثلاً للمادة الفلانية، لا قريت منها شوية، لا ما جاء على بالي أقرأ هاي. أجيت على ذيز، ما جاء على بالي أقرأ على هاي. أجيت على ذيز، ما جاء على بالي أقرأ. ما كنت مخطط شنو اللي أسوي، لأنه مثلاً هي كان عندي كالآتي، إنه اليوم اللي قبله كنت مخلص مادة معينة، فاليوم اللي بعده ما كنت مخطط شنو المادة الثانية اللي راح أبلش بيها، أو شنو المادة اللي راح أتم بيها بعد هاي المادة اللي خلصتها. فإنه صار أدي ديفكت بهالموضوع، لدرجة إنه رغم إنه أنا كنت راغب، يعني كانت رغبة عندي قوية بالدراسة، بس فقدت هاي الرغبة لأنه ما كان عندي التخطيط، ما كان عندي التوجه ده. يعني ما موجه نفسي، ما موجه عقلي، ما موجه خلينا نقول رغبتي باتجاه معين. فبالنهاية انتهى بي المطاف إلى إنه الصبح ما درس شيء، قاعد أتقلب على لابتوب بهذا المعنى. فلهنا أنا صراحة أن انتهى عندي هذا الفيديو، وانتهى اللي أريد أقوله، ما عدا نقطة واحدة أخيرة. أنت لا تعتقد أنه لما دخلت لهذا الفيديو، يعني من معناته أنه بعد هذا الفيديو راح تكون إنسان منظم تماما، لا، المسألة معتمدة عليك أنت. أكو صديقة لطيفة اسمها ماريا، طبعا اسم مستعار، يعني منتظرة دائما تتراسل وياي، أنه منتظرة الفيديو مع تنظيم الوقت، فتعتقد انه يعني عملي هذا الفيديو راح يكون بالنسبة هي، تعتقد يجي انه انجكشن، عبارة عن انجكشن، يعني ابرة راح اطيها، مجرد ابرة اطيها رأسا، انه هي راح تصير وقتها منظم، يصير كل شيء تمام، كل شيء يصير تمام وياها. لا، المسألة محتاجة صبر، المسألة محتاجة صبر، المسألة محتاجة انه تتابع. تحية المارية. فالمسألة انه محتاجة تتابع، محتاجة شوية شوية، محتاجة انه انت تاخذها بشرد، نقول انت ربي نفسك على هذا الموضوع. يعني بما معناه تعتبر انه عمليه تنظيم الوقت عمليه، انت يعني تعامل ويا نفسك على انه انت ابو نفسك، اوكي، ابو نفسك، فا او انت ام نفسك، انت ابو نفسك او انت ام نفسك، فتعاملي معها على انه شرد، نقول انه تربيها على عمليه تنظيم الوقت، تربيها على انه تصير منظمه. فكوني صبورة معها. إذا يوم واثنين وثلاثة واسبوع كانت المسائر قاعدة تروح غلط وما قاعدة تقدرين تقبضين على الموضوع أو تقبض على الموضوع، فالعملية طبيعية، كون صبور، شوية شوية الأمور تنحل. انتهى عندي هذا الفيديو، أتمنى أنه نفعكم، أتمنى أنه راح يوصلكم الفكرة اللي ردت أوصلها، لأنه صراحة ما أعتقد أنه بعد أكو أكثر كلام، أكثر أقدر أتحدث بهذا الموضوع. هو الموضوع مثل ما قلت أنه هي هاي النقاط اللي ذكرتها، المسألة متعلقة بك أنت. فأتمنى إن شاء الله يكون نفعكم، نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر.